أن تعرف ماهية الصلاة عبادة عظيمة وصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وماذا تفعل في نظامك اليومي؟ لو أردنا أن ننظر في فضائل الصلاة لرأينا فيها العجب العجاب. ولكن الأهم أن تحرص دائما على التواصل مع الله. القلب الذي تعلق بالمسجد فلا يخرج من المسجد إلا وهو يفكر متى يرجع إليه. رحنا بها مع الدكتور عبد الله بصفر، تشاهدونه من الثلاثاء إلى الخميس في 6:45 مساء، ويعاد السبت والأحد في 10:15 صباحا بتوقيت مكة المكرمة على قناة إقرأ.